فقط وملت به سر بلند بید وملت به روز بید به روز بید وملت به ناجع بید مدت برای آوا بید و مدت هون دل خوش بید اما جلسا تربیه دینیه ای تمام خدا ای کی تشتکی دیل نکهی بلا کرن کرد بسم الله وطاوسي ملك حضرة سادة أولياء أمور طلاب مدرسة حطارة الدينية المحترمون باسمي وباسم أخواني العاملين في هذه المدرسة الوليدة حديثا أرحب بكم وأقدم لكم أطيب تحياتنا المفعمة بالمحبة الأخوية الصادقة ونتمنى من الله عز وجل أن يكون هذا اللقاء خيرا بداية لمسيرة خيرة نحو تحقيق جزءا من ما نتمناه لكم ولأولادكم الأعزاء على قلوبنا جميعا. ومن البديهي القول إن أبسط ما نتمناه لأولادكم هو أن يتعلموا بالإضافة إلى ما يتعلموه في المدارس الرسمية أن يتعلموا أو يطلعوا على ما يمكنني أن أسميه بالأبجدية الإزدياتي أو الإبائية الإزدياتي مثل بعض الأدعية الدينية وبعض النصوص الدينية وما شابه ذلك. أيها الأخوة، نود هنا أن نؤكد على أن التواصل في الالتزام بالعمل المدرسي من قبل الكادر التعليمي الخاص بالمدرسة هو أحد الركائز في تعاملنا وفي نهجنا الذي نسير عليه إن شاء الله. وبالمقابل نؤكد أيضا على ضرورة التزام أبناؤنا الطلبة بالحضور الطوعي وحسب مناهج هذه المدرسة، وهنا يبرز دور الأخوة أولياء أمور الأمور في متابعة أبنائهم والتزامهم بالدوام وما يتعلق بذلك من أمور أخرى.
كما أنني أحب أن أقول إن الجانب التربوي أهمية خاصة لدينا جنبا إلى جنب مع الجانب الديني، وإن المدرسة أبوابها دائما مفتوحة أمام أي اقتراح أو نقد بناء من أجل تفعيل العمل على جانبين التربوي والدين. أيها الأخوة، لا أخفي عليكم إن المدرسة بحاجة ماسة إلى دعمكم المعنوي أولا والمادي ثانيا، وكما هو واضح لديكم فإن ليس هنالك أي جهة أو مؤسسة تدعم المدرسة ماديا، وإن بدون الدعم المادي فإن العمل في المدرسة سيكون صعبا إن لم يكون مستحيلا. وعليه أناشدكم جميعا وخاصة ميسوري الحال فيكم من أجل مادية العون والمساعدة وكل حسب إمكانية وتقديم ما يمكن تقديمه من الدعم المادي إلى لجنة سيتم تشكيلها من بين أولياء أمور الطلبة، ومن أجل الوصول إلى الهدف المنشود من قلبنا ومن قبلنا ومن قبلكم أيضا. وإن أحد جوانب ما ننشد إليه هو تنوير أبنائكم بنور الأزدياتي المقدس. وفي الختام أشكر لكم حضوركم وحسن إضاءكم، والسلام عليكم. واحد مكبه استغراضي خبر دی کو باب خدا به امانت خود اسناح الله الله عباس جاوا او پاک جاوا او کن جاوا او دین او ایمان تو ساعت او خوش ام دی سر محمد کا دی پوی بلن به افیا مالوا رب العالمین دعا خو مالوان بکت بی اب مشروع تازه دان البی گندی کی البی ابا یا ربی ام دعا چین بر درگو دیوان شیخادی بوان و مالتوان و حمکا و رب العالمین و حمکا تک دب سدن سر خیره و ایمان و آخرت سر ازدیاتی یا ربی یا جلوس دی جمعار دی دار مسر سری خو دی وری خود ما روش لاتی دی دعا خو کم دی مشک ما عردی دی مشک ما ترک ورات دی چم دس دی کبار خو دی تشت خون دی وی خود قبول کرد و عمل دریش بی یا عمل دریش بی خدا عمل دریش کرد افیا سپول و رابط يعني والدها صباحية يومية تأثير يعني أول مرحلة شنو وصلت لك؟ ربيعة هاي ورد وردتو وردتو
مانت بیا باتا لکن امانت ها آرما چکلان روجا در سوا وقت معلوم جوان دینی دیش نوام زان کی وقت حمد وقت خود آورین و خود باش بلگلی کور هل نافگوندی المال گلی بین حوالی تیک بین امانت چون قصوریا پی کدو نکن و بوی کدو باش بین گلی بین حمل و حمو وقتا بو درست خوشی که مال واجبی بدن و معلمی تو واجبی خو درست کن حفظ کن پروژه همون صبح کن بین درست خود در سر بلند بلند باش بلند بلند با محب کن فتن عمل بلند بلند عفیه Thank you.
سلطان زیاد چشی خادم الشسنه آدی اجود قبای هولا 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 سلطان زیاد عاصم الشهر ایمان المسیح شيخ خالد اتفاقك يا ابو ملتي قول له يا اخبار قول له
سعودي خادك شيخادي سعودي فاش خادي فاقك خادي مهان يا شيخادي إيمان آخر خادي في خادي دعاء هذا ودي خير الرحمة البر وبركات شيخادي دعاء وبركات شيخادي البر يكرم وبركات شيخادي دعاء أبا زمزمة إزديا حجامل إزديا ووقت إزديتنا دعمال شخاتي في حجة أبا أنا حجة مير إزديا أبا زمزمة ومال شخاتي أبي بي شخاتي كشخاتي ومتاتي داخل لك اتفاقك بوملتي تبقى يا أخي تتارى بك تشرود بك تتفاق بك شخاتي 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 خارج داخل الفاندر بديوانا ما قالك ذي هاد ناوان تي تو ذي دانوستان ناوان وفيلب سيوان بس ما ذيت فيلب سيو سهل قرتين برستي هل قرت بدنا بو تازه ذي هل قرتي أبريا في قرتي ذي تبنا سري نا لبسي سبي هل قرتي أبو كش خطي ذي تبنا سري ذي وهر قندا كي هابش مزيد مدرسة لنا بس مدرسة دانين وأبريا كتازه وريا إيمانيا ومزيد أبخو قال لك أن أزبار كم هزار هزار وفين صد طالب تهايا أبخو صدق بإنا هيرا بو خوفا بنا الشيخ هذه وأوشت حوجي مساعدين جلكي سبيدي بخو كرم بلن قاسي دناب داهين هكا أم حمو رابنا صرخو وما أدبس هذا وما مساعدة وانكر أوش خيرا أم دي خيري بني وام دعاتينا هركسكي مساعدة بوان بكات وشوق بوان ذين جلكيس بي بوان ذين مساعدة باشا إيز دياتي يهو صاير شاقو مير خيري دي احتبار فتشاي هركسكي خيري بكات نكر رب العالمين هندا نابر ولبسي إيز بي بوان ذيتا عم بيني هندك بلقاس النهار دا وفو هزار وفين صد طالبا أبا فين صدوي صدوينا يا ربي
وجهز بوان زيت ومدد مساعدة بكان وبو بيشكفتنا وان وتشجيع بن بوان وداب سر بلنزين وإن شاء الله أمس في بيكارين بربي داري بو حمو كاسي ومدد تشجيع آوات دائما قلبي ريا راس خبت يا درك وامدو عاشنا بربي درقاني بو حمو ملاتي قالك باشا والمطاط يا ابو صدق بابا شي شي يا ثاني ليش يعني قد ديكو بابا خبرن او شي باش تواب خبري بك المطاط يا ابو مصابر فقط الدستوري قدير آمين آمين الله تبارك الدين الله أحسن خالقين ربحي متى شمس الدين فخر الدين ناصر الدين سجادين في شمس قوطة دين سلطان شخاري شراش عول هطاف آخرين حق الحمد لله رب العالمين كيرا بدي شرى ورقل ماد كيرا بدي شرى ورقل جبري روز رقي نور بنور تفقي ملك العاملين بارق لقي سبحان الشاي خالقي المطاوى يا قبول مصطفى راقص
خاتمی با خود خود تک به خاتمه فاتحی دیر شیخانی شیخ سمیر اخدی ملک شیخ شیخ بکی بکیر شیخ آدو خاد شیخ سمیر توی دیر سلطان زی شیخانی شیخ سمیر بکیر تفاق کنا ملت من که یا ربی ملت من آجر بکی یا ربی تم من تفاق کنا ملت که یا ربی تب سعود بکیر یا ربی تب سعود بکر خاتنا فرحیم یا تحیم یا دیوانا شیخانی دیوانا سلطانی دیوانا قاسم ریاض دیوانا رب العالمی تو ہیگا کا خیر افتیان کا خیر اتفاق کے دا خواز اتفاق شبتا دا خواز اتفاق کے وہ منت اشتا شینا یا ربی رو کسی سنید یا خوبا مکسی خوبا شی خالی دار نهی بدار بکار شی خالی دار حجا بکار شی خالی حجا قبول بکار خاتم افتان دار بکار نجد سرامت هندیا یا بلا بنا یا میدانه خانم یو تا خمریا یا مگس نه الهال خدم باری یا شنگی آیا و کتاب نهندی ما نفرنگ کلو او برجا آیا آیا آزردائی فیرت برجا بدنگ وید خون ای شر حال الشنقين ذيش نسل أغيد وردا شنب نفسو قلت جغو سملو صور قلو الرحاني وشري جري قابل بالإنالي شو يا عزماني بالبلوخ تسعى جرى قيمة يوم يتبقى يا عبي كلاق نسر بذار وجدو ودخيا يا يا بي وقت بدا ندا يا نذر وقت سريو كل بريد لم تجار بردا يا 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 وقت دادا انا دایا اساسا و قبل لا اینی نزاقی به حالم قدیم انا غایا یا نبینا انا خوش گیگر آلیم ناجیم آجب آیا یا یا نبینا ایدلو غریب و مهگری بابلا Oh,
شم ديبا من الخذب واد لدامهي قلبي عوري رسالة نشان راني قدي شوقا نور علي أبخيران ومشي خادي مذ الشيخ حق الشيخ شمال الآذية إليك مسكني حقيقة علماء كزيد علماء بلا بيت جسا كان يد تجاوز يوم بقار ونتسبر سعادة للرجل لكي كذب مقايات أشعبتي دباب يقدم خبر بدار كابش فمن الخير على بشي خادي كأو كيم بير ببحر سيحان فيبا يا خيبة تراز رسى البحر يذكر بدايا سلطان يزيد من فرشايا هزار ایر نامستر خدا نایا ناد مزار خدایا ای ناد مزار هر خدایا ای تمام خدایا علمت قبول علمت قبول هل يمكنك ان تكون هناك من يمكنك ان تكون هناك من يمكنك ان تكون هناك من يمكنك ان تكون هناك و شقل قد مالا شيخادي خلمت كاري الفالح مؤسس المدرسة الدينية مدرسة ملك فخر الدين في بعشيقة في سنة 1991 أستاذ فالح يعني شو رأيك في هالمدرسة اللي أسست في حطاغة مدرسة سلطان يزيد بصراحة إنه طريقنا هو طريق الإزدياتي والإزدياتي هو طريق الصحيح وطريق الإيمان وطريق العمل الصالح ونحن إذا كنا في بعشيقة أو في بحزاني نطمح أن يكون هناك في كل القرى الإزيدية مدارس دينية لتوجيه أولادهم إلى طريق الإيمان إلى طريق العبادة الصحيحة لأن الدين هو الوجود وجود الحقيقي للإنسان مهما تكون عبادته فنحن اليزيديون علينا الكثير الكثير لكن الحمد لله الآن نحن نمارس طقوسنا الدينية ونعلم أبناءنا الأدعية الدينية والأمور الدينية وأشكر بدوري كل الذين يقومون بفتح مدارس دينية وتوجيه أولاد قراهم القرى الإيزيدية إلى طريق الإيمان والعبادة فأشكر جماعة خطارة لفتح هذه المدرسة الدينية وأشكر كل الذين ساهموا في دعم هذه المدرسة وتوجيه الأولاد وأشكر كل المعلمين والإخوة من قرية خطارة لهذه المبادرة وأتمنى من الله أن يوفقكم في عملكم جميعا وشكرا يا عور الرسيان شان وراني قرديان شوق نور وعلائي خيرانا بشي خادمت بشيخك شيخ شمالت آديان فيركي مسكيني حقيقة علماكي زيدي علما لا بيت جلسة كان ياسبي دستو شابا مور بكات رميت بردري سعدتا دري بلار كسب بكات اشحفتي ودبابي قديم خبر بدك كابيش تانو بخيرانا بشي خادي او كي ميرو بحرا سيحاني في بيت
شای هزار و یک نفس خدا نه نو مازن خدا اول اول سلطان ابن ازید اول اول چند بر قبل خدا واندلت ملولا طلطك عور الراسيا شانوراني قرتيا شوق الله ينور بخيران هذا الشيخ هادي مد شيخك الشيخ مالك اديا يركي مسكين يا اخي قتل علمات يزيد علمات بلا بيت جلسة دانيا سجس بشافة مور بكات روني تبدري سعدة تدري بلا رشكلات بلا دري اتكسف بكات شافتي دبابي قديم خبر بدت تابشتم خيرانا في شيخادي او كيميل ببحر سيحاني تيبا بكشكولا خيفة طرابة زيري سر بحر التور بدا شرفدين معني قول هورا هورا سلطان امني هورا هورا سلطان ازياب شاشي خادم الشرفنا دي اجوات اخوه هورا 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 يا عور الرسيال شانو راني قرتيا شوق نور اولائي خيرانا في شيخ خادمات في شيخك الشيخ شمالك اديا بيركي مسكيني حقيقة علمك زيدي علمه لا بيت جلسة كاني اسبي دست شافا مور بكات رمية بردري سعدة تدري بلا كسب بكات شافتي دبابي قديم خبر بدت كابيش تلوب خيرانا بشي خادي او كيمير ببحر سيحاني في بيت في بقى طراب زر رسال بحر التور بدا او سلطان ازيدي من هالقد شايا هزارو ايك نفس خدانا نافي مازن هالخدايا اول اولا سلطان امن ازيدا اول اولا چندي شانوراني قرتيا شوق الله ينور بخيران هذا الشيخ هادي مد في شيخك الشيخ مالك اديا يركي مسكين يا اخي قتل علمك يزيد علمك بلا بيت جلسة كان ياسكي دست وشافا مور بكات روني تبردري سعدة تدري بلا رشكلك بلا دري اتكسف بكات شافتي دبابي قديم خبر بدت كابيش دم خيرانا في شيخادي او كيميل ببحر سيحاني في بايا بكشكولا خيفة طرابة زيري سر بحر تكور بدايا شرفدين معني قول هورا سلطان امني